بأغرب خبر ممكن تسمعه أو تشاهده في العراق، ممكن تشاهد هكذا أخبار في الدول اللي ما عندها شيء. ماكو، هاي اللي كلش فدنوب ما عندهم شيء، بحيث من قد الفراغ اللي هم عايشين به يطلعون أشياء من قلبهم، يعني من قد ما عندهم فراغ يطلعون أشياء من قلبهم. في السليمانية القطط سووا لهم مسابقة، القطة سوسو تفوز بلقب ملكة جمال قطط العراق ضمن مسابقة أقيمت في السليمانية، شارك بها أكثر من 200 قطة، قطوة قطة. ما شاء الله، شنو هذا الفراغ اللي انتو بيه؟ خلصت؟ ماكو بعد؟ ماكوش أمور؟ ماكو مسابقات؟ ماكو؟ خلصت الأحداث الفعاليات؟ وصلنا مرحلة نسوي مسابقة لأجمل قطة؟ هسه هوان مسابقة ملكة جمال العراق ما مقتنع بيها، نوب اقتنع بمسابقة ملكة جمال القطط؟ شنو؟